نروح لتكريم وإبداع مراكز الشباب على مستوى الجمهورية مع الدكتور أشرف صبح وزير الشباب والرياضة واللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية. هذه الاحتفالية الرائعة، المهرجان الرائع امبارح، والفنانة الكبيرة نادية مصطفى. نتابع هذا التقرير ثم فاصل واستقبل ضيفي الكريم اللي هيشرفنا النهاردة كابتن محمد فضل. إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على احتضان الشباب المبدع ورعاية الموهوبين منهم وإفساح المجال أمام الأجيال الحالية لإبراز مواهبهم وخلق جيلا من الشباب المبدعين والمتميزين في شتى المجالات، جاء هذا الحفل الختامي لمهرجان إبداع مراكز الشباب الموسم الرابع تحت رعاية رئيس الجمهورية، حيث تضمن الحفل فقرات موسيقية وغنائية من شباب مراكز الشباب الفائزين في المهرجان وبمصاحبة الفنانة نادية مصطفى، وفقرات استعراضية من فرق الفنون الشعبية بمديريات الشباب، كذلك تكريم الفائزين في مختلف مجالات المهرجان. كان ذلك بحضور لفيف من الوزراء على رأسهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية. النسخة الرابعة من إبداع مراكز الشباب الحقيقة يعني شيء مهم جدا إن احنا نستمر في انتقاء المواهب، وكمان مراكز الشباب تحويلها لمراكز خدمة مجتمعية. احنا معنى إن احنا يكون عندنا مسابقة زي دي في أكثر من 22 نشاط في مجالات علمية ومجالات فنية ومجالات ثقافية، معناه إن كل مجال من المجالات دي هيكون في ليها قواعد تدريبية في مراكز الشباب، ويكون في جزء اقتصادي لأن في مدربين وناس بيساعدوا لهؤلاء الشباب، وإن في على الأقل 6 إلى 8 شهور خلال السنة في شغل وفي محكمين، ومحكمين كمان من كبار المتخصصين في كل مجال من المجالات اللي تم اختيارها. الهيئة بعد ده كله الماراثون ده كله بيكون في النهارده يعني التحكيم شكل الشباب ومراكز الشباب، وجود النهارده يعني معالي وزير التنميه المحليه، لان احنا مراكز الشباب يعني المحافظات، وجود طبعا زملاء سيد النهارده معالي محافظ السويس، معالي محافظ الغربيه. الحقيقه كل مدير ومديريات الشباب والرياضه النهارده كانوا موجودين، يعني شيء مشرف جدا بيوازي ده طبعا دوري مراكز الشباب، واحنا كمان ده بالنسبه للرياضه كمان عندنا دوري الثقافه الرياضيه اللي موجود، بالاضافه الى المجالات المختلفه اللي بيها مش بس احنا يعني الفلسفه في انشاء وتشييد وبناء، لكن كمان هي استراتيجيه بناء الانسان اللي في 2018 الحقيقه يعني وضعها في حضره الرئيس في احد مؤتمرات الشباب. الحقيقه كمان ابداع نفسه
بيلقى رعايه كريمه من فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وده شيء محفز جدا كمان للشباب. حقيقي عاملين مجهود جامد جدا مع الشباب في جميع المحافظات. أنا كنت عضو لجنة تحكيم لمدة 4 سنين متواصلة في إبداع طلبة الجامعات على مستوى جمهورية مصر العربية. سعيدة إن هم عملوا إبداع مراكز الشباب، لأن الفن والإبداع هو السلاح الوحيد اللي نقدر نحارب بيه كل قوى الشر والظلام. فإن احنا وزارة الشباب والرياضة مش بس بتهتم بالحاجات الرياضية، لكن كمان ابتدت تهتم بالحاجات الثقافية، الحاجات الفنية. كل مبدع وزارة الشباب والرياضة بتهتم انها تنقب عنه، من عايز اقول لك من اقصى مصر، من الجنوب للشمال بالظبط والشرق والغرب. فبصراحة ده مجهود كبير جدا وحقيقي بيفيد الشباب، ويعني أنا شفت بعيني ناس كتيرة جدا طلعت من إبداع، سواء إبداع شباب طلاب الجامعات أو مراكز الشباب، حقيقي ناس مبشرة ويعني أولاد موهوبين جدا في كل المجالات. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي واهتمامه بالأجيال الحالية والأجيال القادمة، ووضع رسالة حياتية للأجيال القادمة، ووضع رسالة للجميع أن مصر دولة مؤسسات، من خلال وزارة الشباب والرياضة وبإشراف كامل من معالي السيد الوزير دكتور أشرف صبحي مشكورا، بنكتشف من خلال مسابقات إبداع سواء مراكز أو جامعات، بنكتشف المواهب. وزارة الشباب مشكورا برعاية معالي الدكتور أشرف صبحي، بيجيبوا لنا المواهب على مستوى الجمهورية من كل الأقاليم، من صعيد مصر وسيناء والجنوب والشمال والدلتا، بنشوف كل المواهب في حقبة زمنية وجيزة، ولكن بنتعرف على الثقافة المصرية الأصيلة. الملاحظات اللي بتبقى من المتخصصين من لجان التحكيم بتبقى طبعا بترسم للولاد شكل تاني وبيتعلموا منها، ولما بيشاركوا سنة بعدها بيبقوا أكثر قدرة وتميز طبعا. وبنحرص دايما على ان مسابقتنا توصل للجميع، فبنعمل في مراكز الشباب ترويج كبير قوي للمسابقة. يعني احنا النهاردة في حفل الختام اللي بيشارك فيه الولاد اللي هم فايزين ومتميزين، بنخلص الحفلة الولاد تاخد جوائزها، خلاص بنبتدي ان احنا نجهز للمسابقه في الموسم الجديد، ونختار المجالات ونشوف اكتر حاجه الولاد كانوا فيها متميزين ايه. أنا في المرحلة الثانوية كنت في المدرسة الثانوية الفدوية العسكرية، كان جنبنا مركز شباب. مركز الشباب ده هو اللي أنا بدأت فيه التمثيل، بدأت فيه ألعب كورة، وبدأت فيه أعمل كل حاجة. مراكز الشباب كيان عظيم لازم نحافظ عليه، وهو اللي بيخرج كل المواهب. Thank you.
الدين العربي لبرنامج على مسؤوليتي.